السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ريم، إن شاء الله تكونوا طيبين. اليوم الثامن من رجعنا. طبعا في البداية اعذروني، انشغلت شوية في آدم، بس الحمد لله الحين صحته أحسن، متعافي كليا، وأيضا انشغلنا في البداية في المدارس، تعرفوا أونلاين، وإن شاء الله كلكم انسجمتوا وتأقلمتوا على طريقة التعليم عن بعد في الفترة هذه. عن نفسي يعني ها بدأت الحمد لله، خلاص أعرف الجدول وكذا، فبس في البداية كان نيو لايف ستايل. بس anyways، طبعا في الفيديو اليوم راح نجرب وجبة جديدة في ماكدونالدز، طلعوها باسم مطرب اسمه ترافيس سكوت. هذا مطرب ما اعرف ايش اسمه، رحت لجوجل وبحثت عنه، طلع هو زوج كايلي جينر. سو عندنا 3 idioms في الفيديو للي حاب يتعلم انجليزي شوية. فيا قبل ما نبدأ اعملوا سبسكرايب، فعلوا الجرس، و let's get started. وصلنا، والله زمان عنك يا ماكدونالدز. تعرفوا يا جماعة، لحظة بس ألف الكاميرا. Look guys، يا ويلو مني لو طلع هذا إيش هشك بشك. We'll see. يعني يجي هو فرايز سبرايت و quarter pounder، شكله quarter pounder burger. So خلنا نشوف. Let's see. I'm very hungry. Yes, hi. Can I have the Travis Scott meal? Without the bacon. Alright, 1 second. That's it. That is 37 cents. The first one, please. Thank you. فالشيء اللي كنت بقول لكم هو إنه في ألبانيا كلها ما فيها ولا مطعم سريعة، بس مطعم برجر كينج في تيرانا. And that's it. That's it, you guys. هقول لكم إيش المميزات والعيوب في ألبانيا على فكرة. على السريع، أول شيء الأسعار جدا جدا مخفضة عندهم، يعني بشكل عام الأكل، فواكه، سوبر ماركت، صيدليات، أي شيء تشتروه هناك حيكون أسعارهم مرة مخفضة، ومناظر طبيعية جدا جميلة، مطاعم عندهم المحلية، أكلهم مرة لذيذ، الأكل كله تقريبا أورجانيك، يعني حتى المطاعم اللي الأشياء اللي توصلهم خضار فواكه whatever كلها من المزارع حقتهم، يعني أورجانيك يا جماعة. الطماطم والله تاكلوه كذا، الجلد حقته مره رقيقه ناعمه، وطعم الطماطم طعمه غير، احس. فما عندهم مولات كثير، الشيء اللي موجود في بوكراديس كانت محلات كذا في وسط الشارع، عرفتوا، محلات وكلها تقريبا محلات، ما ادري، ما احسها مثلا عندهم ماركات اصليه، كلها تقليدي. الفنادق عندهم رخيصه، الليله اللي سكن يعني ممكن تسكنوا ب 33 دولار في محل كذا حلو. أما الفنادق اللي مثلا هيلتون والأسماء العالمية هذه ممكن تكون أسعارها نفس السعر، يعني إذا والله كانت هنا سعرها 150 حتكون 150 هناك. والشيء اللي أزعجني بالموضوع أيضا طرقاتهم، في أشياء مزفلتة وأشياء لا، مرة ضيق، أحس كذا صعب اني انا اسوق، احس اني انا اخاف اسوق هناك، يعني للمحترفين احسها. دقيقة بس ندفع. والله وحشتوني، وحشني كمان اكل المطاعم، وانا اي نو انه وحشكم انتم كمان اكل المطاعم. Right. Thank you, you too. طيب معقل. ما في لعبة ولا في شيء، ايش هو هذا؟ والله انا سمعت انه يده لعبة كذا، صورته او شكله، بس يلا مشوا حالكم. اوكي جايز، خلونا نشوف ايش في جوته. عادي ما في اي شيء جديد، بيكلز، انيونز، مخلل، بصل ني، خس، جبنة، اكسترا جبنة، في اكسترا جبنة من فوق من تحت اللحمة، and الباري اللحمة بس. فسو طبعا اذا اخذتوا
إذا أخذتوا ترافيس سكوت ميل بدون تغيير هيكون فيها بيكن. سو انتبهوا للشغلة هذه اللي بيجرب الأكلة هذه في أمريكا. Anyways, بسم الله. Thumbnail. I forgot the thumbnail. مرة اشتقت للمكدونالدز. الشيء المختلف انه حاط زيادة جبنة. The cheese is so delicious. I love cheddar cheese, so إذا كنتم محبين الجبنة it is so delicious. I forgot جاي مع barbecue sauce. The fries ما يأكلوا مع كاتشب, يأكلوا مع barbecue. ممكن مرشتك للفرايز حقهم. تعرفوا يا جماعة في يبيعوا في أمازون يبالي أشتريها, يسموها صوص هولدر, تنحط هنا في الفريش التكييف وتمسك لي أي حاجة صوص دب وحطها وأجلس دب بدل ما شغالة بيدين, عرفتوا؟ طيب سو خلونا نجرب دب هالباربيكيو. والله يعني فنان في الأكل. ما كنت أدري ليه ما أفكر في إني أنا أخذ باربيكيو بدل الكاتشب في الفرايز. أنتوا من محبين هذا الكومبينيشن؟ أنا أحب الباربيكيو صوص بس ما قد يعني طلبته عشان بس فرايز. I love it. أفوكاتو تور شو كثير يسألوني ليش تقفل الباب, خليه مفتوح ليه؟ لأني أنا واحدة أتابع أشياء مرعبة. بنت تكون واقفة في الإشارة حمراء في الليل, أحد يفتح عليها الباب يخطفها يغتصبها. في أشياء خطيرة تصير في العالم هذي, ما أدري أنتوا تحسوا بالأمان كيف, ما أعرف. بالذات أني أنا هنا طبعا ألبانيا عائلية تنفع للعوائل مرة حلوة, فيها أماكن كثيرة ما زرناها, أماكن جميلة خرافية الطبيعة فيها, كمان الناس هناك مرة طيبة مع أنه المشاريع حقتهم أو البيزنسز كلها small businesses وعلى قد حالهم, بس كريمين لطيفين. شوفوا أولادي يدوا لهم عصيرات for free يعني مدفوع لا تدفعي لهم خلاص منهم, فحسيت حبيت الشغلة فيها. هنا ما يسووا هذا الشيء, هنا لو المحل مبسوطين بطرانين ما يدوا أحد كذا بس يلا هدية. anyways المقارنات مش كويسة صح, أحيانا تسوي مشاكل فبلاش نقارن. سو شيء ثاني, أو ممكن تقصوا شعركم للرجال يعني بدولار واحد, وبالنسبة للبنات ممكن تسوي ظفيركم بعشرة أو 12 دولار مرة يعني شغل حلو, ثمانية من 8 إلى 13 دولار مش أكثر من كذا, فمرة رخيصين من هذه الناحية في الجانب التجميلي. أما من ناحية الصبغات أنا ما أعرف يعتمد فين تروحون. أنا اشتريت صبغ من هناك وصبغت شعري الموف الغامق اللي صبغته هنا, ماني عارفة هي مويتهم مي كويسة للشعر أو الصبغة نفسها, هي كانت ريفلون ما أخذت صبغة والله محلية من عندهم, بس مرة انعدم شعري مرة انعدم شعري. يعني نصيحة اللي بيروح هناك خذوا شامبوهاتكم, خذوا لما تغسلوا شعركم غسلوه بموية القوارير الموية مو من الموية حقتهم اللي في هذا. ايش في كمان, ايضا لا تنسوا فيتامين دال. انا تركت فيتامين دال 3 أسابيع اوكي, رجعت بيتي والله العظيم اقول ايش فيني انا كذا, احس اني مكتئبة كذا, احس ما ادري ايش فيني كذا بطاقتي نازلة. قلت يمكن عشان الاولاد كانوا مرضانين وتعبت كذا ارهقت نفسيا, لا فيتامين دال بس رجعت عليه 3 أيام حسيت يعني يعني أخذت نسبة عالية جرعة عالية عشان أرجع الفيتامين دال في جسمي, والله نفسيتي تحسنت, يشيل الاكتئاب اللي الفيتامين دال عنده منخفض, ترى ممكن تكون قلة الطاقة والاكتئاب بسبب فيتامين دال, شيكوا على الفيتامين دال عندكم يا جماعة. طيب بس للتنويه.
هذا regular quarter pounder بس extra cheese that's it. الخلاصة يعني هذا كله نفس الطلب لو تروحوا أنتوا تطلب quarter pounder ما في شيء جديد. أنا ماني عارفة هو إيش مستفيد بصراحة. فكرت إنهم حاطين نكهة غير there's something in it I don't know يعني special meal different taste. It's a quarter pounder man, what's the difference? ما في فرق, ما في فرق. So يعني أحس إنهم خدعوني والله العظيم. فأنا درس لكم ما يستحق البهايب, كله quarter pounder that's it. alright نكمل. طبعا الفيديوهات كلها اللي حقت ألبانيا لسه في فيديوهات رح أحطها في فولدر تخص رحلة ألبانيا, اللي بيشوفها يروح على هذا الفولدر. اليوم نزلت لكم فيديو سيارة عشان هذا الطلب فترة وراح يروح, ما حيستمر الترافيس سكوت ميل. من زمان ما سويت فيديو سيارة, هذا واحد. اثنين, عشان سارة عيد ميلادها قرب وطلبتنا نقول لها كل عام وهي بخير. يلا آدم جوليا. اوكي يا جماعة, الآن فقرة الإيديومز اللي هي الجمل تستخدم كتعبيرية أو أمثلة. طيب, فأول إيديوم اللي هي once in a blue moon. once in a blue moon يعني وين يحصل هذا الشيء. ممكن تقولوا والله أنا أروح هذا المكان once in a blue moon. اوكي, أو والله أنا أكل مثلا Indian food once in a blue moon. طيب, فين وين؟ والله آخر مرة أكلت أكل هندي من زمان ما أفتكر. نجي الآن للإديم الثاني. شفتوا واحدة مرة شكلها يعني دائما تكون مثلا عادية, أو يعني تجي الشغل مثلا بشكل عادي مو مرة متكلف وزي كذا كاجوال, بس يوم كذا جات وهي لبس وشياكة ولسنقة عشرة, إيش تقولوا بالإنجليزي؟ You look like a million bucks, زي كذا. هذا هو الجملة انكم تقولوها, اوه مثلا she looked like a million bucks, يعني مرة كانت شياكة. Do I look like a million bucks? Nah, I don't think so. بس anyways نرجع. نيجي الآن للإديم الثالث اللي هو lose your touch or she lost her touch. مثلا واحدة دائما مثلا كانت تغني وصوتها كان مرة حلو, طيب, وفجأة اختفت, بعدين رجعت تغني بس صوتها مش زي أول, عرفتوا؟ ف she lost her touch, هذا هو الجملة اللي تنقال لها, فقدت صوتها أو فقدت شيء يميزها, عرفتوا؟ I think this is it for today. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم, ومرة وحشتني فيديوهات السيارة, وحشتوني مرة كثير, قلت أنزل لكم اليوم فيديو سريع. ولا تنسوا تشتركوا اللي مو مشتركين, وإن شاء الله نشوفكم في الفيديو القادم. سلام.